السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. ميدو يعلن استقالته من بيراميدز بسبب أزمة أحمد فتحي. متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك ليصلكم كل جديد، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد. أعلن أحمد حسام ميدو استقالته من منصب المستشار الفني للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز عقب عودة البعثة من المغرب ومواجهة الرجاء أمس الأحد في الكونفدرالية الإفريقية، وانتهت المباراة بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد. وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر إنه تقدم اليوم باستقالته لإدارة بيراميدز من منصبه متمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، ولم يذكر ميدو سبب تقديم الاستقالة في هذا التوقيت. وكانت أزمة اشتعلت بين ميدو وأحمد فتحي لاعب الفريق قبل سفر البعثة إلى المغرب وفقا لما كشفته مصادر في نادي بيراميدز، حيث تداول البعض أخبار حول رغبة إدارة النادي في الاستغناء عن الجوكر بسبب عدم اقتناع المدير الفني لنادي بيراميدز بإمكانيات أحمد فتحي، وهو ما نفاه بيراميدز جملة وتفصيلا.